الله. مما يتعلق بالقرآن آيات يذكر فيها السجود، فيسن للمسلم إذا تلاها أو كان يسمع من يتلوها عمدا أن يسجد، لما في المسند بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ المؤمن آية السجدة من القرآن ثم سجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول: يا ويلاه، أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد ولي النار. وعزائم السجود عند جماهير العلماء 14 موضعا يسن فيها السجود، واختلفوا في سجدة صاد، الله جل وعلا يقول: فغفرنا له ذلك، لما ذكر نبيه داود قال: فخر راكعا وأناب. هذه اختلف العلماء هل هي من عزائم السجود، جمهورهم على أنها ليست من عزائم السجود، وفي رواية في المذهب في مذهب الإمام أحمد أنها من عزائم السجود. هذه عزائم السجود في القرآن قلنا 14 عند الجمهور، تبدأ من سورة الأعراف وتنتهي بسورة العلق. فأول سجدة في القرآن قول الله عز وجل في خاتمة سورة الأعراف: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. فليس قبلها آية سجدة، لا في الفاتحة ولا في البقرة ولا في آل عمران ولا في النساء ولا في المائدة ولا في الأنعام، وإنما يبدأ السجود في سورة الأعراف. ثم تأتي آية السجدة في سورة الرعد: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والأصال. فهذه من عزائم السجود. ثم تأتي سجدة في النحل: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فهذه من آيات السجدة في القرآن في سورة النحل. ثم تأتي آية سورة الإسراء وهي سورة عظيمة من العتاق الأول من أوائل ما أنزل على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم كما في خبر عبد الله بن مسعود عند البخاري في صحيحه. وهذه فيها سجدة، قال الله عز وجل: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ثم تأتي سجدة في سورة مريم وهي بعد الإسراء الكهف ثم مريم، وموضع السجدة فيها قول الله عز وجل لما ذكر ثلة من أنبيائه الأخيار وعباده الأبرار: قال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فمن أعظم مناقب الصالحين جعلني الله وإياكم منهم البكاء عند تلاوة القرآن، خاصة إذا كان المؤمن يتلو القرآن منفردا. ثم بعد سورة مريم يأتي السجدة في سورة الحج، وفي الحج موضعان للسجود، موضعان للسجود: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. هذا موضع. وفي خاتمة السورة: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. إذن في الحج موضعان من عزائم السجود. ثم تأتي السجدة في سورة الفرقان، قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. وهذا مما يدل على أن اسم الرحمن اسم عظيم عند الله جل وعلا، اسم من أسماء الله العظمى الحسنى، ولهذا ورد ذكره في القرآن كثيرا، وهو أكثر أسماء الله ورودا في القرآن، وقد ورد في مواطن عظيمة جليلة في كلام رب العزة. بعد سورة الفرقان تأتي سورة النمل في الترتيب في عزائم السجود، قال الله جل وعلا حكاية عن الهدهد وخبره مع بلقيس، قال: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. فهذه من عزائم السجود، وهذا هدهد طائر فطره الله عز وجل على التوحيد، فطره الله عز وجل على الإيمان، أنكر على قوم بلقيس كيف يعبدون الشمس ويتركون رب الشمس الذي خلقها ويرزق هم لا يسجدون له ولا يعبدون. هذا في النمل. ثم تأتي السجدة في ألف ميم تنزيل السجدة المعروفة بسورة السجدة: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فسورة السجدة مع سورة الإنسان كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقرأ بهما في فجر يوم الجمعة، يقرأ بهما في فجر يوم الجمعة. فيستحب للأئمة والإنسان حتى لو صلى منفردا إذا تعذر عليه أن يأتي الجماعة أن يقرن ما بين السجدة والإنسان في فجر يوم
في فجر يوم الجمعة. ثم جاءت السجدة في سورة فصلت، قال الله عز وجل: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له يسبحون الليل والنهار وهم لا يسأمون. ذكر الله عز وجل فيها السجود له ناهيا عبادة أن يسجدوا لغيره، وخص الشمس والقمر لأنه قد كثر من يسجد في ذلكم الزمان للشمس والقمر. قال ربنا: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ثم بعد سورة السجدة تأتي بعد سورة فصلت تأتي سورة الانشقاق، قال الله عز وجل: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق. قبلها تأتي سورة النجم، قال الله عز وجل: فاسجدوا لله واعبدوا. وسورة النجم ذكر الله عز وجل فيها معراج نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد قال ربنا في آخرها: فاسجدوا لله واعبدوا. كما أتى بعد سورة النجم سورة الانشقاق، قال الحي القيوم: فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. هذه السجدة قبل الأخيرة في سورة في كتاب الله عز وجل. السجدة الأخيرة الرابعة عشر هي في سورة العلق، قال تبارك اسمه وجل ثناؤه: لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادي أو سندع الزبانية. كلا، هذا حرف نهي لم يأتي إلا في النصف الثاني من القرآن. أما من البقرة من الفاتحة إلى نصف القرآن الأول إلى نهاية الجزء الخامس عشر لا يوجد حرف كلا في القرآن، وإنما يبدأ من سورة مريم. قال الله عز وجل: فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول. هذا أول مرة تأتي فيها كلا في القرآن، ثم تكاثرت فهي في المفصل تأتي أكثر من 33 مرة. فقال الله عز وجل هنا في خاتمة السجود في القرآن: كلا لا تطعه واسجد واقترب. فكلما سجد الإنسان لربه اقترب من الله، وكان أهلا لأن يرحمه الله ويوفقه ويزيده هداية وتوفيقا وسدادا، وكل ذلك بيد الله. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان غفورا. وفي الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل ذي سؤل مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر.